السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الدليل. احنا وصلنا للفصل الثاني، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. تعال نشوف السؤال الاول بيقول ايه. في الشكل التالي، ابرة مغناطيسية موضوعة في مجال منحنى، فان الاتجاه الصحيح للابرة هو ايه؟ تمام. طيب احنا بنقول ان انت عندك دلوقتي الكيرف اللي مرسوم هنا او هنا او هنا او هنا، هنرسمه احنا دايرة كاملة. يبقى انت عندك المجال ماشي في هذا الاتجاه، يبقى الخط المنحني ده اتجاه المجال. تمام. الإبرة موجودة هنا، الإبرة موجودة في المنطقة دي، فبالتالي المفروض انها تاخد المماس، اتجاه المماس للدايرة دي. عايزة، انا رسمت المماس، عايزة ارسم للمماس اتجاه سهم. السهم ماشي كده ولا العكس؟ لا، ماشي الناحية دي، يبقى ادي السهم اهو. يبقى احنا دلوقتي بنقول المفروض ان البوصلة بالاخص قطبها الشمالي يكون بيشير الى هذا الاتجاه، اتجاه المجال عند النقطة دي. طيب بص كده، قطبها الشمالي بيشير للجنوب، لا دي غلط. طب قطبها الشمالي بيشير الى الغرب، غلط. طيب قطبها الشمالي بيشير للشمال، هنا غلط. قطبها الشمالي بيشير للشرق، ايوه زي ما احنا رسمنا، يبقى الاختيار الصحيح هو الف. السؤال بعده، في الشكل التالي، يكون الفيض الذي يمر عبر مساحه موضحه اكبر ما يمكن في شكل ايه؟ طبعا هيكون لما يكون الملف عمودي. متى يصبح الفاي ام قيمه عظمى؟ لما يكون الملف عمودي على المجال. متى ينعدم الفاي ام؟ ينعدم لما يكون الملف موازي المجال. هنا الملف عمودي على المجال، يبقى هنا القيمة العظمى. السؤال بعد، عند دوران ملف مستطيل بسرعة ثابتة بدءا من الوضع اللي بيكون فيه مستوى موازي. يعني ايه مستوى موازي؟ يعني الفاي ام بصفر. تمام. يبقى احنا هنبدأ من الوضع اللي فيه الفاي ام بصفر، والعلاقة اللي بين الفاي ام والسيتا منحنى جيبي. يبقى انا هستبعد دي وهستبعد دي، ومعايا ده منحنى جيبي وده منحنى جيبي. بس احنا هنبدا لما كان الملف موازي، يعني فاي ام تبدا من صفر، اما هنا بتبدا من القيمه العظمى. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم الف، شكل واحد، يعني الاختيار هيبقى الف. السؤال اللي بعده، عند تحريك اطار معدني مربع الشكل بسرعه ثابته باتجاه مجال منتظم عمودي على الصفحه للداخل حتى تخرج من المجال نهائيا كما بالشكل، فان الشكل البياني الذي يمثل التغير في الفيض الذي يخترق الحلقه هو ايه؟ تعالى نجيب حلقة اهي، ادي الحلقة، ونحاول نتحرك في اتجاه السهم ده ونشوف ايه اللي هيحصل. الاول الفاي ام هنا بكام؟ يعني ايه الفاي ام؟ يعني عدد الخطوط الفيض اللي بتخترق الحلقة هنا بكام؟ فين خطوط الفيض؟ ما هو الاكسات دي هي خطوط الفيض، هنا في كام اكسات؟ ولا واحد. يبقى خلاص الفاي ام هنا بصفر. نبدأ نحرك الحلقة، ها جه كام اكسات هنا؟ ولا حاجة، مازال الفاي ام ماشية شوية كده بصفر. طب هنا برضو مفيش ولا اكسات في الحلقة، بصفر. طيب ندخل خطوة كمان، بدأت تظهر خطوط الفيض في الحلقة، بدأت هذه الخطوط تخترق الحلقة. عندك كم خط؟ 3، يعني في قيمة للفاي ام، الاول كانت بصفر بقى ظهرت قيمة. طيب نحرك كمان، الخطوط زادت، يبقى الفاي ام اللي بتخترق الحلقة زاد، يبقى عندك بدل 3 بقوا 6. طيب نزود كمان، تبقوا 9، 3 و3 و3 هم 3 3، يبقوا 3 في 3 ب9 خط، الفاي ام عماله تزيد. طيب كده اتملت الحلقه خلاص، معاك 3 و3 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 اربع مرات، معاك 12 خط. طيب هي اتملت، طب هحركها تاني، حد انها مليانه برضو. يعني ايه مليانه؟ ادي 3 و3 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 اربعة، يعني 12 خط. طب هحركها كمان، طيب ما هي برضو مليانه اهي، 3 3 3 3 اربع تلاتات ب12. قصدك تقول لي وهي مغموره في المجال وحركتها وهي جوه المجال، كان المجال او الخطوط اللي فيها بتخترقها ثابته، فبالتالي الفاي ام ثابت. طيب هيدانه ثابت، تعال نشوف كده، مازال برضو اربع تلاتات ب12. طيب هنخرج بقى، هنبدا نخرج من الحلقه، ال12 بقوا النص، بقوا 6، هنخرج كمان، ال12 بقوا 3، هنخرج كمان، الفاي ام بقى 0. يبقى اثناء مرور الحلقه خلال الرحله دي حصل ايه؟ كانت 0 وبعدين زاد الفاي ام
وبعدين سبت لما لما كانت مغمورة جوه المجال بأكملها، وبعدين وهي خارجة بدأ الفاي ام تقل تقل لغاية ما بقت صفر، وبعد كده انتهت من هنا لحد ما طلعت بالكامل من المجال. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم جيم.